السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة، ضمن مادة تصميم منظومات الري الحقلي أو تصميم منظومات الري والبزل، إحنا سبق ونوهنا بالمحاضرة السابقة بتصميم طرق أو تقنيات الري بالرش Sprinkler Irrigation System Technique. أخذنا تصميم اللاترال بايب اللي هو الأنبوب الفرعي اللي إحنا راح نثبت عليه المرشات السبرينجلر، المرشات الصغيرة على بعد مسافات معينة. راح نجي نتعلم الديزاين مالته. احنا سبق ونوهنا، قلنا بالمحاضرة السابقة انه كان الليفل اله زيرو، يعني مستوى الجراوند ليفل. طيب في بعض الاحيان احنا نضطر نصمم شبكة الري الحقلي بانحدار معين، هذا يرجع لطوبوغرافية الارض، يعني ممكن الارض في مكان ما تنحدر لأي سبب كان، طوبوغرافي أو غيرها، فأني لازم إنه الشبكة أو الأنبوب الفرعي أيضا أصممها بانحدار، لكن هنالك بعض الكريتيريا. سو قبل ما ندخل بالأب هيل والداون هيل لللاترال، يعني إنه يكون الأنبوب الفرعي بالتصميم يعني يحتوي على ميل مو ليفل، راح نجي ناخذ بعض المعلومات العامة اللي نسميه مخطط أنابيب الرش وتنظيم شحنة الضغط. أني شنو اللي يهمني؟ إنه مقدار شحنة الضغط اللي راح أسلطها باللي أوت أوف سبرنجلر بايب تكون محسوبة تتناسب مع انحدار الأنبوب. إحنا دائما بصورة عامة من الضروري تجنب وضع الأنبوب وانحدار نحو الأعلى أو نحو الأسفل. شنو السبب؟ لأن ذلك يحد من طول الأنبوب، هاي أول شيء. ثانيا يتطلب زيادة في شحنة الضغط، وبالتالي راح تزداد الكلفة من هذه التقنية، لذلك لازم نتجنب الانحدارات الشديدة اللي نسويها باللاترال بايب، حتى شنو؟ حتى ما نضطر إلى استخدام منظمات ضغط أمام كل مرشح، وبالتالي راح تزداد الكلفة. يفضل وضع أنابيب الرش باتجاه خطوط الكفاف، يعني بشكل مستوى أفقي مع مستوى الجراوند ووتر الجراوند ليفل، أو يميل بس بشيء كلش قليل هنسميه لو سلوبنج نحو الأسفل، بحيث تكون الزيادة في الشحنة الارتفاع مساوي لضائعات الاحتكاك في الأنبوب. تمام عيني؟ لذلك احنا يعني ويرجع السبب، احنا شنو السبب؟ احنا دائما نصمم بانحدارات سواء كانت بسيطة او غيرها بسبب تغير انحدار الأرض، فيجب استخدام منظمات الضغط بالمراكز، يعني بالأوبشنات او بالسبرنجر اللي تعاني من زيادة الضغط. تمام عيني؟ لكن يعطيك معلومة عامة انه يقول لك شحنة الضغط لازم ما تزيد عن 55 متر عند المرشات، لان هذا راح ينطيك بعدين اداء سلبي او اداء رديء للمرشات او تتلف المباثق، يعني اذا كان الضغط اكثر من الشيء المحدود به. سو احنا بصورة عامة راح ناخذ هسه نرجع، اذا كان الانبوب اللي نصممه اللاترال يحتوي على ميل، الاول الميل الموجب اللي احنا نسميه الميل الصاعد اسمه اب هيل لاترال، ذا بريشر هنا الضغط هنا راح يصير به at the end راح يصير بي ديرديوس، شلون يقل؟ هسه راح نجي نوضحها بالرسم خط الطاقة، طبعا هذا كلش مهم. هذا لاحظ هنا راح يقل هنا، شلون؟ والدليل انه هذا هسه الانلت، هذا هو الانبوب، هذا الانبوب ما كان لاترال هنا ليفل، لا كان صاعد لكن شنو بي بميل، يعني يسمونه اب هيل. لذلك شو تلاحظ هنا؟ هذا الانيشال الاتش اي الضغط على المرشه الاولى، تمام؟ نجي هنا هذا راح يسبب لك دلتا زد اللي هو الانبوب الصاعد، بالاضافه الاتش اي راح يتواجد يعني اللي هو منها اتش اي، احنا مثل ما نعرفه مسبقا لما يكون ليفل شو يكون؟ اتش اي بالاضافه الى اتش اف، هسه شنو اجت الزياده؟ يعني اللي صارت وياه صار دلتا زد، لذلك راح يسبب لنا الاتش اي راح يصير به نقصان بسبب الدلتا زد، تمام؟ بسبب لذلك راح يصير هنا نقصان بالضغط، نقصان بالضغط، حتى نتجنب هذا الشيء معلومات عامه. To increase the pressure حتى نزيد الضغط هيد at the end of نستخدم احد الطرق التاليه. نمبر 1 increase the pipe diameter نزيد حجم الدايمتر حتى نقلل الفراكشن لوسز. الحاله الثانيه ممكن increase the energy نزيد الطاقه داخل الانبوب او انبوب الدخول اللي هو خط الطاقه الانرجي لاين حتى نقلل الضائعات. يعني عندك احد الخيارات هاي كمعلومه عامه. هذا شلون اجيبين بالامتحان؟ ممكن اعطيك السؤال وتصممه، كان بانه ممكن احد النقاط بال يعني ضمن الكويستشن اقول لك مثلا what the criteria use هنا انت تقترحها مثلا حتى تزيد او تنقص الضغط، فانت هاي الامور راح تفيدك، يعني ضمن البروبلم اللي اجيها ممكن تفيدك انه انت تذكرها احد الاسباب هذا، يعني اللي تساعدك بتقليل زياده او نقصان الضغط على حسب الحاله. تمام عيني؟ الحاله الثانيه
انه الانبوب نازل يكون داون هيل لاترال نحو الاسفل. هنا لا، البرجر هيد راح يزيد بسبب الدلتا زد راح تتضاعف. ونفس دن الخيارين ايضا المفروض تقراها اذا كان عندك الداون هيل لاترال، شنو هي الكريتيريا اللي تعالج بيها؟ عندك دن النقطتين تمام، يعني لازم تعرفهم. نجي هسه نرجع الى خط الطاقه، لاحظ هذا خط الطاقه، هذا الانبوب صاير بي نحو الاسفل داون هيل، فهذا الدلتا زد، فلاحظ دلتا زاد زاد معاها الاتش اي، يعني ما صار من ضمنها بالاضافه الى الاتش اف، فهنا الضغط زاد، فهذا هو خط الطاقه الانرجي لاين. بالدائم بالانبوب الاول دائما يقول احنا نقول ماكو بائعات، فبحاله الداون نحو الاسفل نجمع الدلتا زاد، لكن بحاله الاب شبيه الدلتا زاد نطرحها، فهنا نجمعها راح يصير زياده بالضغط، وهنا تطرح بالحاله يصير نقصان بالضغط المتولد داخل الانبوب الفرعي. هسه راح ناخذ في مثال معين نحل بيه ديزاين اوف لاترال سبرينجلر بايب الليفل لاترال اكزامبل. درو دائما يجي هذا موضوع اللاترال، انه ترسم له خط الطاقه، درو ذا انرجي دايجرام، يطلب من عندك رسم مخطط الطاقه اند سبيسيفاي، وحدد له ذا لاترال انلت بايب بريشر، ويريد مقدار قيمة البرجر بالإنلت F you know الكيو للدبليو اللي هو معدل التصريف المرشي الواحد، اشقد مقداره 1.5 متر مكعب على الأول، الطول الكلي للأنبوب اشقد مقداره 300 متر، الدايمتر المعتمد 75 ملي، السبيسنج 18×18، سبق لنا وهنا من نطيل السبيسنج رقم في رقم، يعني شنو الأولى شو يمثل لي دائما S1 والرقم الثاني S2، الأسود شو يمثل لي البعد بين مرشي وأخرى، والS2 البعد بين أنبوب فرعي وآخر. الاتش افرج اللي هو الهيد افرج قد مقداره 35 متر، تنتبه الى هذه المعلومه، من يعطيك الاتش افرج وين منطيك مقدار قيمته؟ اذا منطيها بالمرشه لازم يعطيك يعني اد نوزل، لازم يعطيك بصفها معلومه ثانيه يقول لك اذا علمت ان ارتفاع المرشه مثلا ارتفاع حامل المرشه 1.5، فالاتش افرج راح شو يصير؟ يصير عباره عن 35 زائد ارتفاع الحامل حتى نوصل الى الانبوب، لكن اذا منطيك اياها بالبايب مباشره فما تحتاج اي اضافه. هذه المعلومه ضروري تنتبه لها مال الاتش افرج. وقيمه السي الفاكتور اللي هو الخاص بالويليام هيزن مقدار 120 على اعتبار انه هنا ماخذ الانبوب هو بلاستيكي. تمام؟ هسه نجي بالسلوشن، اول شيء بما ان الطول الكلي عندي والسبيسنج اللي هو S1 اقدر اطلع نمبر عدد المرشات بالانبوب الواحد. فال على S1 300×18 يساوي لنا 16 سبرنجلر. اذا افترض ما طلعت لك رقم صحيح، طلعت لك مثلا 15.3، دائما تقربها نحو الاكبر. دائما تقرب نحو الاكبر ونختار رقم صحيح، لان هذا عدد. يعني عدد مرشات، ما اقدر اقول مثلا 6.5 مرشات، ماكو نص مرشه، لازم عدد كامل. فهنا بهذه الحاله تنتبه على موضوع اكو بعض القيم تحتاج الى تدقيق لغوي كامل، يعني شلون انه انا من ادقق القيمه تكون مباشره استخدامها دقيق، يعني ما تكون انه مثلا عدد المرشات اللي استخدمه هو عدد صحيح بدون اي عمليه تقريب، تمام عيني؟ يعني دائما انه اذا مثلا يعني القيمه اللي ظهرت بها كسور تتقرب نحو الرقم الاكبر. تمام، هاي معلومه عامه واتوقع انت مار بها مسبقا هذه التفاصيل. سو هسه التصريف الكلي داخل الانبوب الفرعي شو يساوي لك؟ يساوي لك عدد المرشات اللي طلعتها بالخطوه الاولى في التصريف من كل مرشه ان في الكيو دبليو 16.5، هذا اللاترال ديسشارج بالانبوب الفرعي. هسه نحسب الاتش اف، الاتش اف شلون احسبه؟ واحد اللي معادلته مال ويليام هيزن، عندي الكيو وعندي السي بالسؤال منطيني اياها، وعندي الدي وعندي الال، يبقى عندي بس الفاكتور. هذا الفاكتور راح نعطيك انا تشارت على اساسه لكل قيمه نحسبها. هسه ايش قد هنا الفاكتور هذا يعتمد على عدد المرشات، ايش قد ظهر لك عدد المرشات؟ السقط بين عدد الرقم والنمبر توجد قيمه اللي هو يسمونه معامل ريدكشن فاكتور، الكريستيان ريدكشن فاكتور. تمام، حسبناها بهذه الصيغه، هذا من الجدول ال F16 بهذا المقدار. نجي نحسب، هسه نجي حتى اني ارسم خط الطاقه، هسه انا لحد الان ما عندي، بس يريد من عندي ارسم خط الطاقه، خط الطاقه شو يحتاج؟ اذا نرجع بالمعادلات، هذا خط الطاقه، يحتاج انه انا اعرف البدايه واعرف النهايه واعرف قيم وسطيه، هسه انا كم مرشه عندي؟ عندي 16 مرشه، انا بهاي الحاله شو اسوي؟ ما اخذ كل المرشات، اخذ لي فد 4، 5، 6 مرشات، تمام؟ بهذه الحاله اوزعهن، شنو اسوي؟ هسه راح نجي بهذه الحاله احسب الاتش اف،
احسب الاش اف الهيد لوسز اش اف ان لان يعني لاي مرشه يساوي لي هاي المعادله بس مكان ما ان هنا الكلي راح يصير ان في 1.5 على 120 للرقم هذا نفس المعادله في معامل الريدكشن فاكتور فهاي المعادله تبسطها تطلع بهذه الطريقه. هسه راح نجي انا حتى ارسم احتاج عده نقاط داخليه فاخذ مثلا سبرنجلر 2 يعني المرشه الثانيه وعند المرشه الرابعه عند يعني المرشات المهم اوزعهن لا على التعيين اخذ ما لا يقل من 5 إلى 6 من 5 إلى 6. هسه راح نجي نضيف معلومه عامه حتى تكون واضحه امامك صراحه. هسه هنا عندك هذا خط الطاقه هسه نجي لا هذا السؤال مثلا ناخذه في حاله معينه هاي لاحظ هنا وراح اترك لك اياها انا هاي المعلومه هنا أنا موجودة عندك لاحظ أنت حتى ترسم هذه الرسومات لاحظ هنا أنا خط الطاقة هذا هو خط الطاقة اللي عندك الأول شي يكون HI تمام عيني نجي هنا إلى أن نوصل للنهاية HE زائد HF نعرفها هاي سابقا هذا خط الطاقة EL نجي حتى نرسم هاي الخطوط الداخلية ونعرف قيمها لازم ناخذ لنا فد كم مرشة داخلية نحسب لها القيم نحسب لها قيمة H اللي خاص بها اوكي من هذا الباب فهسه شلون اني احسب قيمه الاتش اللي احنا نسميها اتش اف لها لكل وحده اللي هي هاي الزياده اتش اف لها كل وحده ايش قد شلون نحسبها بهاي الحاله نحسبها انه نروح نطبق قانون الاتش اف تمام عيني بهذا المقدار قانون الاتش اف الاتش اي يساوي لنا اتش اي ناقص اتش اف مثل ما نعرفها وهاي هنا ايضا احنا ماخذيها مسبقا لازم النقاط تكون متباعده كلش طبيعي اكيد تكون نقطه عن نقطه يعني وكانه هذا الانبوب الفرعي لاحظ هذا الاسود هو هذا الابوي وهاي المرشات انا اختاريت اسه هو كم مرشه طلعت بي 16 مرشه انا اخذت هاي المرشات راح احسب لها تمام عيني مرشه 3 مرشه 4 مرشه من هذا الباب نحسب لكل هذه المرشات هاي القيم مثل ما نعرفها نختار بس دائما نختار هسه مثلا فورس السبرنجلر يعني المرشه الرابعه الان القانون اذا نرجع لهذا القانون الان دائما هسه انا شو اختاريت المرشه الرابعه الان تاخذ 3 ليش لان دائما اول مرشه تكون بدون عمليه بدون فواقد بدون ضائعات اذا تذكرون ارجع لكم بالمحاضره لبدايتها اول محاضره رسمنا بها خط الطاقه هاي رسمنا بها خط الطاقه اللي وضحنا وقلت لكم هذا موضوع خط الطاقه موضوع مهم اذا تذكرون انا راح ارجع لكم الها حتى بس تستثمرون بعض المعلومات لاحظ الاولى ايش كتبنا عليها هنا يعني بهذا المكان اول مرشه ماكو ضائعات يعني نو لوسز هيد لوسز ماكو لذلك اي مثلا تختار مرشه 3 ايش قد تصير الان تصير 2 لان الاولى ما بيها تمام هاي ضروري تنتبهوا لها هاي المعلومه ضروري تنتبهوا لها هسه هنا من اختارينا يا مرشه الرابعه الان سمول ايش قد تاخذها تاخذها 3 على اساس الان سمول تروح تدخل المن للتشارت تسقط ايش قد قيمه الان سمول 3 تحسب قيمه الريدكشن فاكتور الاف 3 ايش قد بهذا المقدار تحسب الاتش اف تمام بعدين يا مرشه اختاريناها مثلا خلينا نقول راح نختار مثلا فرديات 7 تمام مرشه السابعه الان ايش قد تاخذها تاخذها 6 دائما تنقص عن رقم المرشه 1 تروح للشارت تسقط معامل الريدكشن فاكتور على الان 6 مقداره هذا من الشارت من الجدول تحسب الاتش اف للسته، بعدين يا مرشه وصلنا 10، ايش قد ناخذ الان بالمرشه العاشره؟ ناخذها 9، نروح ايضا ندخل للتيبل، نحسب نسقط نجد قيمه الاف للتسعه بهذا المقدار، نحسب الاتش اف للتسعه، تمام عيني وهكذا، كم مرشه تاخذ؟ اخذ من 4 من 5 الى 6 مرشات حتى تكون الرسم عندك مضبوط، هسه يا مرشه 13 رقم طيب دكتوره احنا شلون عرفنا اخذنا لان احنا ايش قد طلعنا باول خطوه رقم المرشات عدد المرشات 16 فانت بامكانك تختار يعني من اول مرشه الى يعني مرشه رقم 16 بس انت الاولى ما تختارها ليش؟ لانه ما بها ضائعات فابدا من الثانيه الثالثه الرابعه وهكذا هسه مرشه رقم 13 ايش قد الان ناخذه؟ 12 نروح ندخل للتيبل نسقط حتى نجد معامل الفاكتور ريدكشن فاكتور كريستيان ريدكشن فاكتور وجدناه نستفاد من عنده بهاي المعادله تمام حسبنا هاي اخذنا هسه لحد الان هذني النقاط هسه سقطناهن قيمه الاتش اف اتش اف اروح استخدمه بعمليه الرسم طالب من عندي ان التبرجر اللي هو الاتش اي شو يساوي لقوانينه كتبناهن ذكرناهن بالمحاضره السابقه وراح نذكرهن بورقه القوانين ضمن المسائل اتش اي زائد 3 على 4 اتش اف والان دبرجر ايضا تحسبه بهذه الطريقه نرجع الى هذه الخطوه بس حتى نوضحها دكتوره هاي قانون الاتش اف منين احنا عندنا القانون الرئيسي
نرجع بس حتى نوضح بعض المعلومات. القانون الرئيسي الأشف شو يساوي لنا؟ هذا الأشف يساوي لنا 1.131 في 10^16 افتح قوس كيور على سي، اسد القوس مرفوع لهذا الفاكتور في الدي لهذا الفاكتور في الال، طول الانبوب الكلي على 100 في الريدكشن فاكتور. تمام، هذا بصوره عامه. اجي اذا انا راح اطبقه على مرشه مرشه، هذا الكلي يعني تصريف الانبوب الفرع الكلي، انا ايش راح يصير؟ الكيو يتحول، يتحول ان كيو ان في كيو سمول، ان في كيو سمول، الان هنا على اعتماد على نوع هذا، هذا فهذا قانون من؟ هذا قانون الاتش اف للان، راح يصير نفسه بس هنا كيو سمول عوضت مكانها اني. ايش قد قيمته؟ مطنيها بالسؤال 1.5، والسي ناطيني قيمتها ايضا بالسؤال، تمام؟ والدي منطيني قيمتها، فهذا صار اختصار لي حتى المعادله تتبسط، اطبقه للان كذا حتى مباشره اشيل بس اعوض قيمه الان والفاكتور واجد قيمه الاتش اف. تمام بهذه الصيغه هسه اقدر ارسمهن. اذا صارت عندي قي هاي القيم معلومات الاتش اف مثلا 3 اتش اف كذا، هاي المعلومات تحسبن وي الاتش اي، وي قيمه الاتش اي، وي هذا منه فاكتور الاتش اي. الاتش اي شلون احسبه؟ اتش اي ناقص اتش اف، اتش اي ناقص قيمه الاتش اف، هاي قيمه الاتش اي منه كقيمه اوليه تحسبن بهذا المقدار، تحسب الالت والاوتلت له. لاحظ هنا قيمة نفس ما اخذناها الالت برجر او التلت برجر، بعد ذلك ايش تحسب؟ تحسب المعدل، المعدل لمن؟ للمرشح. كم مرشح حسبت؟ للستة، فتحسب ايش قد الهيد طلع بالاولى زائد الهيد بالثانية زائد الهيد بالثالثة زائد الهيد بالرابعة وهكذا، تمام عيني؟ تحسب لهم ذني مجموع الهيدات على عددهن، هاي طلعت الاتش برجر، هسه هاي قيمة الاتش برجر اكبر من اتش اي، فراح شو يصير؟ نقصان بالهيد ات ان سبرنجلر. تمام، هاي قيم الاتشات موجوده عندك، تروح اخر خطوه تمام عيني قارنها مع معدل الضغوط الموجوده، كل قيمه اتش نقارنها مع معدل، يعني هسه لاحظ هنا قيمه الاتش اف الاتش 13 هسه مو حسبت الاتش اف، ايش قد طلعت قيمه الاتش اف؟ 2.11. شلون اطلع الاتش الكليه الها؟ هو عباره عن جمع الاتش اي مع الاتش اف. طيب دكتوره الاتش اي منين اجيبه؟ قيمه الاتش اي منين اجيب قيمته يعني كقيمه؟ هاي لاحظ هنا سنرجع الى الخطوه اللي قبلها، لاحظ هاي قيمته هنا هسه نرجع، اذا نرجع لهذه الخطوه هنا هو هذا، احنا هسه لحد الان بدنا نحسب هاي من فوق الخط الى الاعلى، هاي قيم الاتش اف، فانا لازم اجمع ويا من؟ ويا قيمه الاتش اي. ليش؟ حتى تلقائيا اجمع الاتش اي ويا الاتش اف واحسب لكل وحده ايش قد قيمه الهيد. طيب شلون انا احسب الاتش اف الكلي؟ هسه احنا لحد الان عندنا قيمه الاتش اف الكلي هذا ما نحتاجه، لكن نحتاج هنا من السؤال اذا ترجع قيمه الاتش اف افريج هذا المقدار، هذا ايش قد قيمته هنا هسه السبيسين الاتش اف افريج 35 متر، تمام عيني 35 متر، فانت شو تسوي هنا؟ تلقائيا عندك قيمه الاف، اي اتش اف تحسبها تجمعها مع الاتش اي حتى يطلع لك الهيد الكلي، تمام قيمة الهيد الكلي تطلع لك ايش قد قيمته بالضبط، فهنا نتسقطها على قيمة قيمة. الـ HE هو عبارة عن HI ناقص H هذا، الـ HI initial ناقص الـ HF الكلي، HF الكلي، تطرح هاي من هاي تطلع لك قيمة الـ HE ثابتة راح تثبت، هو راح يتغير منه فقط الـ HF، والدليل اللي تلاحظ هنا يتناقص تدريجيا مع الطول، فهذا الرسم جدا مهم ومطلوب مع هاي اصلا الخطوات اللي نسويها من نكتب هنا نختار مثلا المرشه الرابعه، نختار المرشه السابعه، شنو الغرض معته؟ حتى تكمل عمليه الرسم للانرجي لاين دايجرام، هو اللي نختار ذي المرشات ونحسب من اتش اف حتى اني تلقائيا اروح احسب هذه القيمه، بعدين اخر خطوه تروح تسوي عمليه تشيك اب اللي هو اخذناه احنا القانون مسبقا، اذا طبعا يبدا تشيك هذا القانون، اذا نرجع بخطوه واحده فقط هذا القانون اخذنا بالمحاضره السابقه اكو تشيك اب لازم تشيكه، هذا تشيك نحسب قيمه الكيو انيشال التصريف الانيشال ناقص كيو الاند على كيو افريج لازم اصغر او يساوينا 11%، هاي امتى هاي الحاله تسويها؟ تسويها بحاله وحده الا وهي انه لازم منطيك قيمه الكيو افريج، اذا ما منطيك اياها فما تقدر تسوي عمليه تشيك اب، هاي هنا حسبنا البرجر هيد بالانيشال حسبنا البرجر هيج بالاند،
اتوقع محاضره هذا اليوم ان شاء الله تكون واضحه امامك. اهم شيء تنتبه انه انت حتى تصمم اللاترال عندك عده خطوات. اول شيء تحسب عدد المرشات اعتمادا على طول الانبوب، الحاله الثانيه تحسب التصريف الكلي وتحسب الاتش اف الكلي، بعد ذلك تنتقل الى انه ترسم خط الطاقه. خط الطاقه الداخلي حتى ترسمه تحتاج انت تحدد عدد من المرشات، عدد من المرشات تحددهن بالداخل. هاي المرشات الغرض من عندها انه انت حتى مثلا ثاني عندي هنا 16 مرشه، تمام عيني؟ هاي المرشات لاحظ هذا الانبوب الفرعي، هاي المرشات، هاي الثقوب الداخليه، هاي تحتوي على مرشات. فانا لكل مرشه راح احسب الهيد، الهيد الكلي شو يشمل لي؟ اتش اف زائد اتش اي، اتش اف زائد اتش اي، اتش اف زائد اتش اي. هاي شلون اسقطهن؟ اروح احسب الاتش اف بقانون الاتش اف واجمعه مع الاتش اي اللي هو ثابت للكل، وبالتالي اقدر ارسمه. ترى الموضوع هذا جدا مهم، اهم شيء برسم خط الطاقه، لان انا اصلا تصميم شبكه الري الانابيب الفرعيه تعتمد على خط الطاقه، لان على هذا الاساس اعرف في مكان ما ممكن احتاج انه اضيف فد رافع ضغط، شحنه ترفع لي شحنه الضغط في هذه المرشه حتى توزع الماء بصوره اكبر. ممكن هنا لا ما احتاج، لانه اصلا ماكو خسائر، ماكو فواقد. فهذه الامور جدا تنتبه لها، لان احنا عندنا ايضا فواقد بعمليات الرش بالري، بالرش بالسبرنجلر اريجيشن سيستم تكنيك، حتى نتجنبها ونوصل الى كفاءه ري تصل الى 95% او اكثر من هذه الطريقه او هذه التقنيه. لذلك لازم نتاكد انه شحن او شحنه ضغط الماء الواصل في هذه النقطه يكون جيد كفايه، بحيث يسبب لنا او ينطينا فد مساحه ارواء كافيه ضمن الدايمتر اللي يحيط به. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن هذه المحاضرة تقدرون تراسلوني. نلتقي بكم بإذن الله على المحاضرة القادمة، ألا وهي أنه تصميم الأنبوب نفسه اللاترال لكن متعدد الأقطار، يعني مو قطر واحد، نستخدم أنبوب ذات قطر واحد، ممكن أنبوب ذات أقطار متعددة، يعني أكثر من أنبوب يمر، ذات D1 D2 D3 نأخذ الملتي سايز أوبن لاترال بايب على المحاضرة القادمة. إذا عندكم أي سؤال على هذه المحاضرة تقدرون تراسلوني. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرات القادمة.